النهاردة إن شاء الله هنتكلم على كلاس 2 في upper first molar upper 6. هنعمل فيه كلاس 2 كافيتي وهنعمل فيه كمان preventive resin restoration. خلينا نبص مع بعض على صورة الاكس راي. هنلاقي ان احنا عندنا كلاس 2 كافيتي بس ما زال عندنا remaining dentin sickness. الكيس بتاعتنا تعتبر a moderate case. نسمي الله ونبدأ نركب الرابر دام ونبدأ بالكيرز ريموفل. احنا بنقسم خطوات الكيرز ريموفل لخطوتين مهمين جدا. خطوة رقم واحد ان انا بعمل convenience form just ان انا بريموف الاندرماين توس ستراكشر اللي موجود في السوبرفيشال لاير، وده بيديني accessibility للكافيتي بتاعي. once ان انا جبت او بدأ يحصل عندي accessibility ببدأ بالدايموند بير، ببدأ اشيل بالاوتر كيريوس بورت اللي بيبقى موجود عندي. بعد كده ببدأ اشيفت من الدايموند بير للكوربايت بير على لوز بيد بدل الهاي سبيد مع طبعا كولنت، وبعد كده ابدأ اشيل الانر بورت من الكيرز اللي موجود عندي، لان الكاربايت بير بيديني كاتنج افكنسي احسن وفي نفس الوقت هي جنريشن اقل، وكده ابقى ضمنت ان انا نظفت الاوتر لاير. وكل ما بلاقي اندرماين توس ستراكشر وانا شغال ببدا اشيله، بعمل زي اوبتمايزيشن الكافيتي دورينج الكيرز ريموفال. ده بيديني اكسسبيليتي احسن وبيديني فيزابيليتي احسن للكافيتي مارجن، وبالتالي اقدر احدد البريفرال سيل زون بتاعتي بشكل مظبوط والانر سايد بتاعي بشكل مظبوط، وابقى عارف هقف فين وما اقفش فين. لو بنبص هنا على الديستال سايد هنلاقي ان احنا عندنا كيرس خفيف خالص، فبنعمل حاجه اسمها بريفنتيف ريزن ريستوريشن. بجيب البير الصغير في شيروتومي بير، ببدا انضف طبقه الانامل اللي موجوده عندي بس وتز مور ذان انف اللي موجود عندي، وده شكل الكافيتي بتاعي النهائي. خلصنا الكافيتي بنبدا بالسلكتيف انامل اتشنج، خطوات الادهيزف سيستم بتاعتنا اتكلمنا فيها قبل كده. بعمل اتش لكل الانامل اللي موجود عندي، بعد كده مده من 15 ل 20 ثانيه. بعمل ووشنج كويس انف ان انا استخدم الووتر بس اتز مور ذان انف بالنسبه لي. بابلاي الادهيزف سيستم بتاعي بيوتي بوند اكستريم، بابلاي تو كوتس من البيوتي بوند اكستريم، وبعمل اجيتيشن كويس جدا لمده من 20 ل 30 ثانيه. واهم تريكه في البيوتي بوند اكستريم ان انا ابلاي هاي ستريم اوف اير بعد اللو ستريم اوف اير عشان اضمن ان حصل كومبليت ايفابوريشن للووتر كونتنت اللي موجوده عندي او اللي اتكونت فوق الهايبرد لاير، وما تبقاش كانها سيبريتنج ميديوم ما بين ريستوريشن وبين الادهيزف سيستم اللي انا حطيته. بعد كده ببدا اعمل كيورنج لمده 20 ثانيه انترميتد، لان انا مش عايز الهيت بتاعت اللايت كيور تاثر على الفيتاليتي او السنسيبيليتي بتاعت التوس بتاعتي. الخطوه اللي بعد كده ان احنا بنعمل خطوه الريزن كوتينج، ودي اتكلمنا عليها في اكتر من فيديو، وقلنا ان احنا بنابلاي فيري ثين لاير من الفلوبل كومبوزيت علشان يبدا يكفر كل الدنتين لاير اللي موجود عندي، بنوزعه عشان ما يبقاش فيه اي فويدز او جابس، وبعد كده نعمل الكيورنج بتاعنا برده لمده 20 ثانيه انترميتد 5 ثواني ب5 ثواني. سنوبلاو تكنيك علشان نبدا نعمل المارجن بتاعنا، بميكس ما بين الفلوبل وما بين الباكابل، وهنا كان الكومبوزيت بتاعي ال اس بيوتيفل ال اس لو شرينكج ماتيريال، وبالتالي اضمن ان يحصل معايا ادابتيشن كويس وما يبقاش عندي شرينكج بشكل كبير على المارجن، طبعا بالاضافه ان هو بايو اكتيف ماتيريال. ببدا دلوقتي ان انا اعمل ادابتيشن للمارجن وارسم المارجن ريدج بتاعي بشكل كويس. السكنس بتاع المارجن المفروض يكون وزن 1 مليمتر، وبعد كده بستخدم البرش عشان اشيل الاكسس، وبعد كده ابدا اخد اللاترال فيو عشان اظبط الليفل بتاع المارجن بتاعي مع الادجيسنت تيس بسكنس معقول، وابدا اعمل الكيورنج. ممكن انا هنا اقفل بريفنتيف ريزن ريستوريشنز اللي احنا قلنا عليه او اخلصه، وده عباره عن ان انا عملت كافيتي صغير اتس مور ذان انف ان انا انجكت فلوبل كومبوزيت، وهنا استخدمت البيوتيفل فلو بتاع شوفه وقفلت المارجن ده وعملت كيورنج لمده 20 ثانيه. الجزء الخاص بالدنتين ريبليسمنت، وهنا انا استخدم بحب دايما ان انا احط البالك فيل ان انكريمنتال لاير layer by layer، وهنا حطيت layer البالك في الاول وبعد كده شلت الماتريكس باند، وده علشان ادي سبورت للمارجنال ريدج بتاعي، لان احيانا المارجنال ريدج ممكن يحصل فيه فراكشن لو ما كانش سبورتد بلاير من الدنتين. بكمل اللاير الثانيه من البالك فيل وبسيب جاست 2 ملم على نهايه الكافيتي بتاعي، ودولت اللي انا هغطيهم ليتر اون بالباكابل كومبوزيت. نفس التريكات اللي احنا اتكلمنا عنها، ان استخدم انسترومنتس او ابليكيتور يكون حجمه صغير عشان اقدر اكونترول
بحاول ابدا بالنون فانكشنال كاسبس، ولسه ما حدش جاوبني على السؤال بتاع النون فانكشنال كاسبس. ليه ببدا بالنون فانكشنال كاسبس؟ يعني لو ان انا بعمل اناتومي بحاول قدر المستطاع ان المارجنز بتاعتي تكون ادابتد كويس، بعمل كيورنج لكل كاسب جاست 5 سكندز، وبعد كده ابدا اعمل ابلكيشن للكاسب الثاني، وبعد كده اعمل برضو 5 سكندز، وفي النهايه خالص بعمل اوفر اول كيورنج للكافيتي بتاعي تقريبا 20 ثانيه، وكده ابقى ضامن 100% ان حصل كومبليت كيورنج لللايرز اللي انا حطيتها. بالاضافه ان انا لو عايز اعمل سام سورت اوف كاركترايزيشن بابلاي بعض الستينز، وبفضل الدارك براون ستينز، واستخدمت الستينز بتاعت اللايت ارت. طبعا لو في اي فيشرز هنا او حاجه بسيطه من الفيشرز الصغنطوطه، ممكن ان احنا نقفل الفيشرز ديت بفلوبل كومبوزيت، وده دايما بفضله ان يكون الفيشرز بتاعتي تكون راوند ما تكونش ديب، وفي نفس الوقت يكون سيلف كلينزابل، علشان البيشنت ما يجيلكش بعد كده يقول لك يا دكتور الفيشر او الاكل بيقف ما بين اسناني. خلي بالك ان كل ما بتعمل اكزاجيريتد اناتومي كل ما بيصعب عليك الفينشنج والبولشنج، وكل ما بيصعب كمان على البيشنت الكليننج. طبعا ده اخر حاجه ان انا بابلاي الكليسترين علشان ياكت از او يريموف الاكسجين انهبيتد لاير ويسهل عليا خطوات الفينشنج والبولشنج. اول خطوه في خطوات الفينشنج بتاعتي هتكون ان انا بستخدم الديسكس اعمل راونديشن اشيل الاكسس، وخطوه اللي بعد كده لو عندي اي اكسس كومبوزيت في الباكل سايد وفي اللينجوال سايد ممكن استخدم الفينشنج ستون، وبعد كده انا هنا هجو دايركتلي لديورا وايت. الخطوه اللي بعد كده هبدا ان انا استخدم الايف تويست. هنا انا بعمل جاست اكسس ريموفل، وطبعا كل ما بتعمل سموثنينج كل ما بتوفر او بتحافظ على عمر الكابس وعلى عمر البوليشرز اللي انت بتستخدمها، علشان كل ما بيكون الكافيتي بتاعك فيه شارب اريا كل ده ما بيقلل من عمر البوليشرز اللي انت بتستخدمها ليتر اون. ده ديورا وايت بير، وده بير من شركه شوفو، وانا بحب البير ده جدا لانه واخد الشكل بتاعه الجروفز وبيقدر يديني سموثنينج بشكل كويس. بعد كده الايف الدياكومب الايف تويست بستخدم الميديوم اللي هي البراون، وبعد كده بستخدم الفاين. ركز لان انا بستخدم في الانتيريور الفاين فقط ما بستخدمش البراون، يا ترى ليه؟ لو حد عارف يقول لي. طيب كده احنا سألنا سؤالين، اتمنى ان حد يجاوب علينا فيهم. في النهايه خالص في حاجه اسمها اوكلوفلكس من شركه ايف برضو، ودي عباره عن رابر بوليشر الفاين بالتحديد بجيبها علشان اعمل سام سورت اوف بولشنج للجروفز او الحاجات البسيطه اللي انا عملتها او الاناتوم البسيط اللي انا عملته علشان السيرفيس بتاعي يكون كومبليتلي شايني ايفن في الحتت الصغيره دي، وده الفاينل ريزلتس قبل الرابر دام، وده بعد ما شلنا الرابر دام. وعملنا كمان تشيك للاوكلوجن، الحمد لله ما كانش عندنا اي هاي بوينتس. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش ان انت تعمل لنا شير عشان توصل لعدد اكبر. شكرا لحضراتكم جدا، واتمنى يكون الفيديو مفيد لكم. شكرا والسلام عليكم.